بس اعتقد ان اللي بيتابع حضرتك دلوقتي حابب يسال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره الحالي بكل ما يمثله من تاريخ وحجم نجاح وجماهيريه ونجوميه، تعاملك معاه داخل مجلس الاداره، هل وجدت من خلاله انه رئيس مجلس اداره ديمقراطي بيستمع لكل الاراء وحريص على الاستفاده بكل الخبرات والكوادر حتى الشابه داخل المجلس، ام رئيس مجلس اداره ديكتاتور؟ لا يعني هو بالعكس، هو اللي بيحصل حتى يعني في 3 ساعات المجلس في معظم الاحيان بتبقى طويله يعني، فانت من التركيز اللي موجود من الجميع ان هو صعب قوي ان خلال الجلسه تسرح شويه يعني تخرج بره مود الجلسات شويه. حته ديمقراطيه كابتن محمود الخطيب، لا في مشكله، انا كابتن محمود الخطيب بيبقى عنده مشكله لو في حد ما قالش رايه، يعني لما يكون في قرار معين لا بيصر في انه يسمع كل الاراء طبعا وفي المناقشات كلها. يعني للامانه كابتن محمود اداري ناجح جدا يعني على الترابيزه ما شاء الله، كلنا كل واحد بيقول اللي هو عايزه، حتى الكوادر الجديده على المجلس استاذ طارق قنديل من الكوادر اللي دخلت لاول مره، في شباب بيدخل لاول مره. انا ما حسيتش بغربه ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي لحاجتين، انا شغل الاحترافي اصلا اللي هو الشغل المصرفي، انا في مؤسسه في عمل مؤسسي الحمد لله من اكبر المؤسسات في الشرق الاوسط، في عمل مؤسسي جامد جدا. نفس العمل المؤسسي ده موجود عندنا في النادي الاهلي وبيقوده كابتن محمود الخطيب، ما حسيتش غربه في السيستم كده عن كده في اداره الجلسات او في علاقتها ومقارنتها بالعمل بعملك خالص. في حاجه طبعا طرائق بتحصل في يعني، انا فاكر كان عندنا كنا في ليله راس السنه والاجتماع طول فتره كبيره وكان يوم 31/12 واكيد كل واحد عنده ارتباطاته الاسريه او مع اصدقائه يعني عنده في ملفات كتيره قوي وشغالين فيها والمجلس قاعد شغال ومنعقد. وقتها انا اتذكر ان انا طلبت قلت اعزم زمايلي على العشاء يعني، فطلبت عشاء من بره النادي، ففوجئت وقت ما الكابتن الخطيب عرف ان في عشاء جاي من بره النادي، قال لا بره النادي لا، احنا واحنا قاعدين هنا جوه النادي بناكل المطاعم زي الاعضاء اللي موجوده، المنافذ الموجوده جوه النادي الاهلي. الكلام ده ما بيضايقنيش، بالعكس يعني اللي هو الجزء الانضباطي والمؤسسي في تعاملاتي انه حريص حتى على صوره المجلس انه ما يؤولش خطا ان المجلس بيتعامل او بينفق زي الاعضاء، لا مش انفاق، هو ده احنا بنجيب اكل عسل يعني، احنا واحنا قاعدين مفهوم انه حتى دي فكره ان انا ما اخدش خدمه مختلفه عن خدمه عضو النادي. والحمد لله حتى بمناسبه المنافذ الموجوده جوه النادي من ضمن الملفات يعني زي ما بقول لحضرتك احنا اشتغلنا ملفات كتيره قوي، في الملف الانشائي والانشائي، في الملف الخدمي، في الملف الرياضي، في الملف المالي والتسويق. ده اللي هنوصل له حالا يا استاذ.